وعلى كل خطبين محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فرمي وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة، فالمبتدا في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الردي في مأخذا. أبو أمة بستشين سر شرحكي وبدم شرحكي والشعر كانش معناها كينا. أبي أقول الواجب في صحة النتيجة أويك واجب لسرمان بو أوي النتيجة الصحيح بين الاحتراز عن الخطأ في القياس. أبي خمان باريزين لخطأ لقياس لقياس كبه هذا نتيجة أو شرطاني كبو مقدمة كان يبو صغرى وبو كبرى وبو شكل كان به لندي. والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس. خطأ إجدال جاري وهي لروانقي مادة قياسة كوية، وتارة من جهة صورته وجاري واشي لجهة صورتك وقرار قريب. والأول جاء أولك كالروانقي مادة ويا إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى حربي، يا لجهة اللفظ ويا يا لجهة معنى ويا. أما من جهة اللفظ كاستعمال اللفظ المشترك في القياس، مثلا تو لفظك مشترك لقياس كذا بكار بيني او اختبود معلومة او لفظ مشترك اش معناك هي او اخت، فيشبه المراد بغيره او اخت اشتباه فياكش فيشتبه بوايا. فيشتبه المراد مبستك قائسك او كسك قياسك كا يا مستدلك باش اللبر او لفظ مشترك ما بستكي بغير ما بستكي والتباس بها كقولك هذه عينون شاك مثلا سبيجي هذه عينون اما صغرى بيوكو العالم متغير مثلا اي شمس منزول الشمس بي. وكل عين تنبع الماء وهرشي كانش او اداة دارو دي امره يا بجيجي تنبع الماء بيجي سيالة يعني وهر لقال تنبع الماء ما على روان جي معناه وفرق يعنيها مثلا وكل عين سيالة هر عين تو بجري سيالة يعني سيالانة كعاوي لدي ينتج هذه سيالة لحالك وباتوا تنك الروش خو لقال كاني فرق يوانية أما لكو مش تبى بدل اشتراكي لفزيك وباشر وهو باطل لعدم تكرار الحد الوسط. حد وسط تكرار نوى شن بلي هردو كان عينها ها هذه عين لصغرى عينها وكل عين ظاهرا درك حد وسط تكراره هو بل أم عيني إيرا منزول كانية أو منزول شمس ها حد وسط تكرار نوى توبة هردات شوي إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى لحالك محمول الصغرى وموضوع الكبرى أشياء يكيب اللي هو غيري أمرا أو استعمال المباين كالمرادف يا مثلا توبيني مباين ومرادف بكال مثلا شو كقولك هذا سيف يعني أمش مشير وكل سيف صارم حالبي وهرشي سيف برندية لينتج هذا صارم نتيجة أما صارم يعني وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد. باشا ما سيسكن إن السيف يعني الشمشير مطلقة مطلقة لويك صارم به يا غير صارم به يعني مثلا قطع كنند به يا قطع كنند به توت هذا سيفون سيفي مطلقة كردبة محمول قاعدة دبس أمره وتو كل سيف صارم هرشي سيف صارم أما كبراك غلط باشا ينتج هذا صارم نتيجة أداء أميش صارم لحركة أما باطلة من جهة جعل صارم لم جهته كتو صارم جرات صارم الذي أو صارميك هو السيف بقيد كونه قاطع شمشيرة ولنا شمشيري مطلق بلكو شمشيرة بقطعيته يعني الشمشير قاطع بجاف يا جن صارم ناوكي أوي حالبي ديتو إذا أمشي بشركة مطلقة فيه وتسارم جاء
جاءوا تكرشي بمرادف بو أو سيفيك على معلومك أو قيديك يا ونبي دي وهو مباين له يعني مباينة تبايني هي لقبل وكشون مثلا إنسان وفرس فرقيان هي أوى دي خوب مثلا حد يوصل لهر مقدمك عشان يقبل كواتا وغلط جائسة أم أودو شعر معناك وخطأ البرهان حيث وجدا خطأ برهان لأركوية كادر كود في مادة أو صورة لما دي على صورة فالمبتدا أو كلمة ده في اللفظ للفظ أبيك اشتراكي باشا أها اشتراكي عينك مثال عينك أو كجعلي ذا تباين مثل الرديف ما أخذا يا وق أوا أويك تبايني هيا وق مرادف حسابك آئسة مثلا سيفي صارم تبايني لغل سيفي مطلق هيا سيفي بدون قيدك وايا ديتو أو تواهي ناوا وادانا وك أو مرادف أو بي لروان جيم أخذوا ما أخذين هريك حاربي أما كواتا أو خطأ كان وأما من جهة المعنى أما لروان معنى وشون بي فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة وك قضية كاذبة اشتباهي التباس بقضية صادقة وقول يا مرة الجالس في السفينة يتحرك حاربي أو يوادانش تولنا وكشتيا أجوله شو كشتيا قال يعني روشني مش بروشني هو كله متحرك لا يثبت في موضعه حاربي باشا وهرتيج متحركة يعني أو يكل حركة تايا لشوينك إستينية لشوينك قرارينية جيجيرنية لشوينك نتيجة أبيتها شيء أبيتها الجالس في السفينة باشا أو كما هني صغرى كمان الجالس في السفينة لا يثبت في موضعين دي خو نتيجة باطلع الجالس في السفينة لا يثبت في موضعين في موضعين شنو وقت هاي لشوينك دانيش اللي نوكش هنا جوله والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية هي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية آخرت ما شاك آئسة أقرتو لناو ماشينا دانيشي ناو كشتيا دانيشي كشتيك حركتك للراستية توخو آئسة جولدني اللي واقعك دانيشي باشا أو حركك اللي واهيا حركة حركيتونية بالواسطة حركيتونية أشياء بجي عارضي واي كده باشا بالواسطة حركيتوية يا عارض وبالواسطة باشا ولا بالأصالة حركي كشتيكية كشي مثلا موتو معنا الجالس في السفينة يتحرك أو يتحرك باشا يعني يتحرك بالواسطة آه حاضر بلا يعني حركي بالواسطيها واتا خوي حركينية ولي مثلا جسمي كمركوبي أما أم سواري أو بو أو حركيه أما تما شيك براكيك وكل متحرك لا يثبت في موضع يتكارب بالواسطة ونا واسطانية بواسطة هر متحرك يتشب بواسطة وشب واسطة بيه لشونك جيجينا لحالك كل متحرك مثلا من غير واسطة لا يثبت في موضع نا كل متحرك بواسطة باشا كواتا حد وسط كان يجني أو حاضر لروان جي معنا والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية هي محمول القضية الأولى كمحمول القضية الأولى أو حركة عرضية ما شيء لكرة كالحركة حركة عرضية حركة بواسطة أو حركة ذاتية ما لكرة ذكاء موضوعي دومك يعني حركة بدون واسطة أو من جهة جعل النتيجة باشا إحدى المقدمتين بتغييرها يا أويك إما مثلا نتيجك بكين بحر نية مثلا قياسة كما قياسي اقترانية دود أنا مقدمين يا إيكي إلا مقدمة كان كيبا نتيجة كبيرا مصادرش أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرها يعني نتيجك كيبا إيكي إلا مقدمة كان ولا مثلا قران كان إيكي كابكي ويخلق فينا زاني كقولنا هذه نقلة وكل نقلة أما قواس نوايا مثلا أما للا أو أبوي بوي هر نقلين حركين ينتج هذه حركة نتيجة أو حركة خبرة خوش غراكة هذه نقلة لقل هذه حركة مسامية أو وهذه النتيجة إحدى المقدمتين ويسمى ذلك مصادرة عن المطلوب ما
باشه مصادره لروانقي مطلوبه يعني مطلوبه قيل يدزي حالبي وهو مردود مردود من جهه ان النتيجه ليست مغايره للمقدمه الحركه امام دانا ولا قياسه نتيجه كاشي مغايره بين قبض ومقدمه فلم يحصل علم زائد عليها بس علمك زائد بوش عليهما به حالبي يعني علمك زائد لمقدمه كان من دزنك كان نتيجه جيريه لهردو مقدمك جاب شنو سر الشعر كان أولي وفي المعاني كالتباس الكاذب بذات صدق فافهم المخاطب حالبي ولمعانيش دا يعني أجر بمعنوي التباسك لمعنى دا به واتلروان جي معنى وانتوشي غلط ببه وكو التباسي جملة كاذبة بجملة صادقة باشا مثلا كو ليوا جملة كاذبة باري قضية كاذبة قضية صادقة مثلا الجالس في السفينة يتحركوا أو أجر بأصل نظري قري تحركيني على السفينة قال جالس السفينة قال تحركيها وكل متحرك لا يثبت مثلا حاربين أتتو صادقة لجي كاذبة لجي صادقة دانا أو فافهم المخاطبة كمثل جعل الأرض كالذاتي كمثل جعل الأرض كالذاتي وقمك عرزي من وذاتي ليكر باشا أو لازم إحدى المقدمات شاكا باري يا لازم يكلا مقدمة كان بس اشتيك اللي يكلا مقدمة كان لازم بيع وكي باي لا أو لازم يا لازم لازمين نتيجة يعني كلازم يعني كنتيجة باشا شي كان بونا يعني كجعل أو كمثل جعل لازمين لازم يعني نتيجة شي كان ب نتيجة إحدى المقدمات أول كجعل إحدى المقدمات لازما أول إيه كم نتيجة أم جارة جاء أم جارة دوبارة هم يسألون شنو سأل أو دواي أو من وش ما نود أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوعي مثلا ما بين لقزيكا هاتوية لقياسكا حكم نوع ما كربيتها سأل جنس مثلا الفرس حيوان باشا وك معلومة وكل حيوان ناطق هرشي حيوان ناطق عيسى مثلا نيا هرشي حيوان هرشي إنسان ناطق عيسى أو حكمي كيما كما نسى حيوان حكم نوعا حاربي ينتج الفرس ناطق نتيجة ذاك فرس ناطق لحركة وباطلة وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع لو روان قوى كيما أو حكم ما كروس الحيوان كا باشا كحيوانك جنسه بشي حكمك رسلي او حكميك حكم انسان كانسانك النوع يعني حكم نوع ما كروس الجنس باشا كلي راوي والحكم يعني كالحكم والحكم للجنسي بحكم النوعي حالنا نكو مثلا حكم بدي بجنس بحكم نوع وجعلي كالقطعي غير القطعي او من جهتي جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي يعني شتي وهمي غير القطعي والقطعي لك كقولك في الرجل باشا يخبط في البحث يعني بيايك مثلا تيكال بيكالق ساق ساقا وهو بعيد عن الفهم تيجناقا والله هذا يتكلم بألفاظ العلم يعني أما تكلم بألفاظ علمك وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم هل يجيز تكلم بألفاظ علم كا أو عالم ينتج هذا عالم برمى عالم تخوى نتيجة غلط ذا وبطل نتيجتي وباطل بون نتيجة من جهة جعل التوهم عالميتي كالمقطوع بها مهم أويا كأيما توهم عالميتي بوعش يعني بوهم أو زي عالم أو توهم يتمنوك مقطوع دانا وبيقين ويا الله يكيت اللي خطأ كان كجعل القطع وجعل القطعي غير وجعل القطعي غير القطعي لا غلطنا والحكم للمستفعل جنسي بحكم مفتعل من نوع مفعول دي أمر وجعلي كالمفاعل قطعي غير مستفعل المفعول لا من الوسط هذه قطعي غير
للقطع بلا مفعول هو درست متواجبين أم جارة دعاء وتواب أو من جياتي بلا أو من جياتي جعل الأمر الوهمي كالقطعي أمر أخري من الأول وثمان وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو سورة فالمبتدا مبتدا كمادة أمر تائر وابوك أوانا والثاني كالخروج عن أشكاله والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله عليه وأما الخطأ في القياس من جهة صورته لا جهة صورته فبأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة قياس قوالي قيل سريك لو شكران النبي كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد باشا أبو جوريدك أي سنية آخر كل إنسان حيوان مثلا أواني ولنا وصغرادان نيتي كانت تكرارية ليت ما شاكي لمقدمة دوماك كل حجر جماد حج كم لوالك يعني وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار ألي أما تنبيهه الشاري لسرد لا ولو بركة أما بيت التكرار للذات للاحي بلان بوية التكرار كدوتوا بوية راحي زوت البو مبتدي أو يكون فاقد شرط من شروط الإنتاج المتقدمة للأشكال الأربعة يا قياسك جوربي شرطي لشرطكان إنتاج كلو برتي فرن أو شرطاني كبو أشكال أربعة فوتار كأن تكون صغر الشكل الأولي المشترط إجابها وكما مثلا صغرى المشترط بك بصفة صغراك المشترط إجابها أو يعني المشترط إجابها مثلا صغرى شكل أول كوا إجابة كي بشر قراء بصغراك شي بسالبة حالبي صغرى سالبة إلا شكل ولا منتجني أو تكون كبراه المشترط كلية وجزية يا كبراء الشكل أول كبشر قراء أشي كلي بي مثلا جزئي بي كقولنا في الأولى كصغرى سالبة بي لا شيء من الإنسان بي حجر أم جدوى بي وكل حجرين جسم نتيجة دا نجرينا سحينية لا شيء من الإنسان بجسم وانيا نوار نجري غلطة وانيا مزالي بحجر نيا وتي كل لا شيء من الإنسان بحجر أو حجر محمول أم جالي وهاتته وكل حجر لنتيجة حدي وسدك حجر حسبك نتيجة تابعي أخص مقدمتين أبيت هل كان كل ديارة أبيت لا شيء من الإنسان بجسم دي غلطة وهو باطن لفقد الشرط وهو إجابة صغرى وهو مثال بدو مكان ويجي كل إنسان حيوان وبعض الحيواني فردها صغراكو كبراكو كلينية ينتج بعض الإنسان فرس وهو باطل لفقد الشرط وهو كلية الكبرى وقيس على ذلك باشا وقيس على ذلك شي قياس كم فقد أي شرط من شروط الأشكال الباقية حربي فنبوني هر شرط لشروط شكلكاني تلك شكل يكودو كلها دو سيو شوار جاء أمر أويا والثاني أوي كإختلاف إلى صورتها كالخروج عن أشكاله أوي كلا شكل خارج ببيتي وترك شرط النجية مثلا غري وكو أوى كترك شرط نتيجة كردبه من إكماله يعني مثلا بشي يعني أي من إكمال أسباب الخطأ أها تركي شرطي نج أم شرط حالوان شرطي نتيجة كاقا تركي باشا شرطي نتيجة لاتشيا أري نعم ها تركي شرطي نتج لإكمال أسبابين ما آخر سبب لو سبباني كباس مالك هاو حالبي أما تواب وفي ثانية أو شمانوت أمر لأمر أمي هذا تمام الغرض المقصود انتري ما هو هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمودي يعني أمي تائسة كان وثمان أما تواو غرزي مقصود بو. يعني غرزك مقصود يا مبولة شي لأمهات منطق يعني لقواعدي مثلا أصلي منطقة كمنطق من أمهات المنطق المحمودي كمنطق ستايش كراوش تشاكا باشا واني هندي غران كفرة قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق يعني توابو بحمد ربي فلاق باشا يعني لساي اخواهو شي ما رمته او ايوا من قسم كربو او اي من قسم كربو لا شي من فني علم منطقي لفني علم منطقي
نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر. تجوان نزمي كردوة أو كسيك عبد ذليل لبرابر إخوائي قورا مفتقرة محتاجة بالرحمة مولا قورا كيك مقتدر ودى صلاة دارة. الأخضري عابد الرحمن باشا المرتجى من رب المرتجي من ربه المنان. أخضرية أخضر رنغناوي شورة شتيبي أو كي أو عبدا أخضرية كعابد الرحمن ك برستياري خوايا يعني خوا برستيا ك كي أخضري دراو تسين عري شرح في فن المنطق العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري آخر أم جاري لقل أوجداك عابد الرحمن المرتجي باشا بهواية من ربه المناني شاكا بهواية لبروردقار المناني خويا مغفرتان أو مغفرتان مفعولي مرتجية كي لا شارقة يعني بهواية مغفرتك شو مغفرته؟ مغفرتك تحيط بالذنوب كإحاطة بها مو قناحة كان يعني هموي بفوتينها وتكشف الغطاء عن القلوب وهل أو مغفرتا فردل الرويد لكان لا بعد وأن يثبتنا بجنة العلا ودائرة كثابت من قال لبهشتك كبهشت بهشتي بلا برزكانا يعني أو دارة أو درجات قورة كان فإنه أكرم من تفضل باشا شكو خواهي قورة قورة تريني أوانيك تفضل يعني أهل فضيلة قورة يعني أهل بخشيش بخشين واتلها مو بخشن دقان قورة تريني يسأل أمهات جمع أمه وأم كل شيء أصله أمي هرشته أصله أوشته وتقدم مرادفة الأصل للقاعدة وأوش من مرادفة الأصل ولو برباسي أو كراوك أصلش هاو معناه لغا القاعدة كواتياني قواعد منطق والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة خالد بلا كلام الفلاسفة عقائدي منابزة للشريعة يعني عقيدة واني كوا عقيدة كان نبذ شريعة ذاك شريعة فردة والفلق الصبح ونظمه من النظم والكلام المقفى كان قافية الموزون وزن شيء قصدا برلوي قصدا نقبة عوا مثلا يستا نزور شوية نكابرة واختي ويا قصاك قصكي قصي في أوانه وبرام بنظم دربي ووزني أوان وكويسا مثلا القرآن خب قصي شعر نوتر هو النفي كاتو كشعر كسي هندي قاية هي بوزني برق أوزاني عروزي بوينا مثلا شي أو آيات كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم فاعل أعجاز نخ مستفعل لمنقعر مستفعل ها مثلا أو ديتو ولو خب قصدي أو نوت لعوك أو به مثلا يا ألم نشرح مفاعيل مثلا مثلا وزن عروزي أنا دينا والله ما ود نوى قصي شعر وأني لسلبي بويا عري أمي شرينيا شي في عري بعض ونظم من هو الكلام المقفى الموزون وليه قصدا لروي قصد ومقفى وموزون وهذا النظم من بحر الرجز وأجزاؤه يعني أجزاء بحر الرجز ست مستفعلون ولا ست مرات هلا يسيلا عربي عربي سلا يسيلا مستفعلون إذا أم خوة ما بحري أما تو مثلا لراهي ناخويني عروز ناخويني تابري ليلي وكيف يجيبوا من على خبركي مفعولون وبركي مفاعلون وبركي مفتعلون لبحر الرجز معمولا أم مستفعلون لا أصلا ولأم مستفعلون بشكل مفاعل دردي باشا بشكلي مفتعل دردي بشكلي فعيلة دردي جاء أم جاء أم سيانة أتوان لأول ولوسطه لآخرية القرار حربي بشكلي مفعول دردي بشكلي فعول دردي ولي أمانة فخلى آخر وابن لبحر الرجزة حارب بشكلي شيء تريد دردي ظاهرا هلا وأنا باري ورحمة الله أبجر والعبد عبد يرى المتصف بالعبودية كثيرا عبداتك وهي غاية التذلل والخضوع يعني أو فري خوزلي كردن وخضوع يعني خوكم كردن لبرابري خواهي قولا وليس للعبد وصف أشرف منها
باشا لبو عبد وصف يقنية كشريف تربية مثلا منها دي لعبودية. يعني أقل ما دام تو عبد بي عبودية باشر انشتها بوتو، ولهذا قدم موصوفها على غيره. باشا بوي موصوفي عبدي بسرها مشتكة، نعم موصوفي عبوديتي كجاوة بسرها مشتكة، ها لواوتو تشي نظمه العبد أخو الصفات زور بخوية ناوة تشي عبدك لسك الشرف يجدعه. والرحمة الله إحسانه يعني إحسانه يا إرادة إحسانك، فهي من صفات الأفعال على الأول ومن صفات المعاني على الثاني. صفات فعلي أواب بلين باشا كمال الصفات هي بخلا ثابتة ولنبونكي أجر كسي قائل ببج خواهاتي نقصة مثلا علميك لصفتكاني خلايا باشا برامبري علم بيبا جهل مثلا اگر خواهي قول علمي نبيد بيبا جهلي ببي او اجه نقصة اگر كسي هو معتقد بيه او كفرة باشا كواتا او علم قدرتي جواهي مثلا ساقاني اگر امال خدا قادرة قدرتي هي اگر بفرض يكباور روابي خواه قدرتي يعني عجزي هي يعني ناتوان ايشكا حالبي او اش كفرة. يا مثلا اگر الله والله خدا متكلم كلامي هي اگر نا اگر مبارك بي والله لا الله ناتواني قصكا باشا اش عجز له كلامه وكنابي كواتا حتما بي بغي شي بي بغي المتكلمة يعني مثلا بزدكي خلا متصف ناوي مثلا حياة يعني جياني حي اخواي قولا برامبري حياة بيت موت خدا متصف بموت ناوي كزدكيتي زدي مثلا حياتك يا باشا. سمع يعني بيستن بالحال اگر مثلا كسي عقيدة والأخوة سمعين يعني كر يا مثلا دخوة نابي نبيستن او بخواي قولة برغادي كسي ومعتقد به كافر دي بينين بصر يعني كسي قوة معتقد بخدا نابين يعني خدا كويرا واجبو او ناقنجي او حوسي فتمان هيا لعلم كلامك دخوة اندريا ديارة حوصفتك جمليك هيا جملك جملي فعلية فعل فاعل ومفعول ولي مثلا هر حوصفتك إخلاء معرفيك هر صفتك بحرفي آوة تاني وكو مثلا إتنا فيما قزل جيسا ذكروياك كيترنا أحق سبعك أحق سبعك يعني هر حوتك بحق أزعل أحق همزك إشارة بإرادة باشا خدا إرادة هي برامبر إرادة إرادة وأوانا هذا بخاصية وشتات خدا بو أوانا بيتر أم جار أحق حيك بو حياته قافك بو قدرته جاء أحق سبعك سينك بو سمعة أحق سبع بيك بو بصرة عينك بو علمة قافك بو كلامة خدا أم صفاتانية أم حوتانة أم صفات معانية النفس صفات معانية بو خدا ثابت طبعا زدي هل يتيق لو صفتانا بو خدا ثابت نية كسي معتقد بس بودك بي او كفر بلا صفاتي افعال او صفتانا خواي قوري هم متصفة بي بخوان هم بزدك اشياء اسامة هذيك لو انا صفاتي افعال خلق خدا دروس اكا اشتواني دروس اشناكا اشب دروس اشناكا وانيا برد لو كام عالم بين الذي هيجي دروس نكر ولا وبرد حالبي كازي نيتو انا بو خواهج نقصو عيبه كيش نبوه مثلا سكان اماتا يعني مراندن خدا اكن نمريد حال دولا هل ايش يقلوانا جا ايسا شتيكي تر هيا بو توزيحي ام عبارة فيتان بيجم اولي ايما هميش علن بسم الله الرحمن الرحيم علن ام رحمن الرحيم مشتق للرحمة رحمة بكردية كي خومان ابي ببزي باشا بزي تغيير حاله يعني اي شيء كي داستاني خوي اجريتو مثلا ك بلاي بسرهاتو ولاتي ويران بو كسيليا كجراوا عزيزي لدز داوا لفيلم كانت لدنا اجريتو قساكاتو دسكي بغريان بزي ها تغيير حاله بو دروسبي پس رحمت قران كاري بارو دوخه يعني مثلا او رحمته كوختيك قولي كرد يعني مثلا بيابو بلا نسالة ما
مروفا فيابيه بارودوخي او اغور يعني غوران كاري بسرادي دي خو امش غوران كاري من بو عالم دهنا يعني العالم متغير خو ما تخوا متغير خدا متغير نيه بس رحمت ببي معنى اصليه كي ناخذ جسابتي كي بخوا حال بي او معنى لي بكري كي سمنوت وانيا اي شلون ثابت كي يجين كاك ام فعلانيه أمانا مقيد بغايات غايات غايات يعني مثلا إمام غزالي رحمة الله عليه وسلم باري عذابي مردوه شتي قالي على مثلا علي إيسا بلي لحديثة يعني نصوص شرعية هيا كمثلا لقبر مار هيا بو أوي أجدها هيا بدأ بإنساني تاوان بارو أمانا حالبي علي أكري أجدها نبي مارج نبي بلان ايشي مار في ودان ايشي قبقرتني اجلها ايشي درند حاصل ببيلا او شخصا واسزا عدري متوجهوي مهم ايشكي اخو اگر ماري اداب انسانو او مارقة فكي قردو اخو ايشك كدرو سويلا وجودي مار في ودرا وكا لما لدوغا كلا او اخوا دروسي قردو دي اخوا اكري او ايش دروس كالو شخصا بي او مارقة في ليقري هايسا متوجبون؟ ليريش أم متدب بغاياته مثلا أقر إيما بزيمان هاتو بكسيكاك آوى داماوى چي بو أكين؟ هولا دين كاري كي بو بكين مثلا أو بلايشتيه مثلا يتبل بلاكي كم كينو كومتي مادي ومعنوي بي بكين هتاوكو لو حالتا لو تغيير حالة بيتدنو توزي حالي باشكين وانيا؟ خواي قوله أو كاريوا إما يكن بيلن شيء بيلن إحسان إحسانك دواي كيف يا أبو دواي بزيكة تو بزيكة بياهات وتو دي أم راشيد كردوه إحسانك كردوه إيسا وقت ألين خدا بالرحمة خدا نتيجة رحمتك أنجامتها نتيجة رحمة شيء إحسان حال بلا خب نتيجة رحمة إحسان يعني لازم كان نفسي رحمتك بمعنى أنت بلي انعطاف تغيير احوال امانيه ببي ولاها احسان للرحمه اكويته جا اخوي قوله اكري رحمتك يا نبي مثلا باشا او احسانك نتيجه رحمتك يا او يا ببي اخوي قوله وقتك ام اجل خدا رحيمه باشا يعني محسن او كات دي محسن خوي احسان شاكا كردن صفتي فعليه كاغي اخو اخوياتي مثلا أقول نيكا خو إحسان نيكا خو كذا في نزوري ليكا ونيا كواتع أو بها صفة فعلي ولي أقول رحيم يعني الرحمة بمعنى إيرادي إحسان ليبدينه يعني أكريه أقول بمعنى إيرادي إحسان إيرادة شيئا إيرادة جزي صفات معانية جزي صفات أحق سبحك حارب ابنه إتأم جار الرحيم بمعنى مريد لإحسانه أها إتأم أبوهبو بسم الله الرحمن الرحيم كانت واني يا لكل جهات الرحمن الرحيم صيغه الرحمه بخوي جوره ورحمتي وسعت كل شيء حاضر بكار براوا وانا بكار بري جاء ام علي والرحمه الله علي مثلا قال شي مال لك الشعر كاع اها بالي نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمه المولى العظيم المقتدر فيمجي رحمتي خلا احساني خوي جوره يا اراده احسانك جاء أجر إحسان به فهي من صفات الأفعال على الأولي أجر بمعنى إحسان اللي بديناه باشا ومن صفات المعاني على الثاني وأجر بمعنى إرادة إحسان في اللي بديناه أولا صفات معانية أيسا متوجبون مرتجب أنا مؤمل يعني أرزو من والمنان يعني فعال ولمن استغى فعال استغى ملايا لمن وهو تعداد النعم حاربي منش جماردني نعمته أعمى زور جالب براسي ليني أكري أمل أصلي لغتها أخاها علي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ونيا مثلا تو أو شاكانيك لقلي أكيد را لقرى بيجميري كرة أها مثلا بولم بيدا فلانا وقت فلانا وقت لباس بوكريتي فلانا وقت كوش بوكريتي باش أها تعدادي نعمته تعدادي يعني جمارة كردن بو يا اخوي قوري افرمي واخراوا بو ايوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى حال ببلا اما بلى
قال نعم وهو محمود جاء استا يجي خو من اشتي اخراو يجي باوا اگر خوابيكا اخراو نيه بو خو من اخراو ده ناويكا چونك خواي گوره مثلا قادري مطلق خير بهمو كز اكا چاكه لگل موزا كز نتو نه چاكه كان لگل خوا اگر تو كردوي باش انجام بده ما چاكه لگل خوا نيه حالوي آواتانی بالکو شاکی لگر خواته. اگر لشونی که خواهی گوره فرمی، اگر او شاکه تکری ولی قلم نکرده، آیا چی اگر قرض بن بمن، قرض بمن خیر کن بخال. حالی، یعنی وکو لقلم نیکن آواه. مزموم من الخلق. بله من خلق مزمومه. شاید نام خلق. ولی اکریه اگر من به معنای تعدادی نعمه جاری و هم من کهر به معنای نعمت کبی. هم نه خودی نعمت کبی. حالی. ولي أجر وابيل سواء مثلا آية من الله قد من الله عليكم ونيا أو من الله أكريان نعمتي لسر جمار دون نعمتك كيف يداونه دعائي لسر جمار دون ولي مثلا أجر غير ممنون إيش معناها فلهم أجر غير ممنون لو منها يعني پاداشي نبراوة پاداشيك يا پاداشيك كان ددريه أجر تعدادي نعم بين لحسا وكرد النايل ذو معنى جالب أو معنى حربي يعني فلهم أجر غير ممنون باشا يعني فلهم بو أوان هيا باداشة شو باداشة باداشة كناب جيردري غير ممنونة جامل أو معنى بجوا براسي جالب أو تعدادي نعم حربي وهو محمود من الله مذموم على الخلق يعني هذا سر معنى حقيقي خوي يبدأ أكريه من غير مقطوع بياني نابريتو هر هيا شن اگر قرار بي حل فسابي ونجبرتو او جناب جيردي بس راستو خو يعني ناب جيردي او نزور اي مغفره يعني سي ولا استتر يا استتر يعني دا بوشينا مثلا تو گناح كردوا خاي گوري لقيامه نا يا تروت شاكا واجي دا يا مثلا حد يخل نا يا خلق بي بزاني ومعنى إحاطتها بالذنوب أي شون مغفرة مثلا قمارو يقولون حكاني داوة ولا يعني ستر جميعها يعني قشتي قنا حكاني داوة شوا كشف الغطاء يعني شي وكشف الغطاء عن القلوب يعني لا داني برد لسردلان عبارة عن زوال الراني عليها بريتيا لا شوني جن لسردلان يعني كلا بل رانا باشا على قلوبهم ما يكسبون كلوش أنا بإدغامك كي والثواب أي ثواب جزاء العمل باشا جزاء عمل عمل شيء والعمل لأجل الثواب دي غير مذموم وكار كردن بو أويك الثواب بيبقى مذموم يا مسبر كاك وتو مثلا توشي نيوجه كي وبخاطري وخواب بات بهش كي وأرد شيء يعني مثلا تماعي أويه عوام بجوره وسوسه بدروسه كا بو أوين نتشينيش كي نتشي الرجل بقري حاربي أري نباو ال والعمل لأجل الثواب غير أجر تو كاريك بكي كاريك إيش لبروك كخوا باداش لباتو مزمومني باشا وإن كان الأول وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه باشا ولي وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه باشا هرشن كار كردن تنها لبر خلا لبر تعظيم بو خلا يعني لبر كخلا بيا جوري بو يا وكاركين أكمل منه أأوى كامل ترى لو عملك تو لبر أويك صواب في بقائك كاك من مثلا نيوجا كم خلا دسوري بيا دعوة حاربي شن خلا دسوري بيا دعوة بو عزمته من نبي بيقسيب كم ببي كم على بر أويك جايت بهذا شكل هرشي بو خوي من بندقيك أكم أوش بند نوازيك خويك حالبي يتر نبي من إرسي أو بس بيجم ولا مثلاً أجر ثواب من داته ونايك مؤوان خواب ورق لرقة النبي بحال مشي تسليم رقي لي بقري ورق لباب كذاك قري ونبي واه وقوله فإنه أكرم علة لقوله المرتجي من ربي بو مرتجي للربي خوي علشان أو لهمو متفضلة جورة له إلى هنا أي إنما أملت المرتجي من ربه إلى هنا تأجت أيوة أي إنما أملت هذه الأمور بوي أرجو أم أمرنا كل لأنه أكرم من تفضل بها شن أو رزدار تريني أو كسانيك تفضل بمعنى أكل
وأفعل تفضيلك أكرمك ليس على بابه ممكنة كسيك بلي كواتا أم نعمتانا كتو داواي أكي غيري خواش بتوانا بي بخشن بيدا وانيا چونك تو وتو تخوا أكرما يعني لهمو متفضيل يا قولتنا فز متفضيل يعني كساني كأعو بخشينا نواتو داواي أكي بتوان بي كان تو لبر أو داوانا كيشون خواه بريسر اللوان عالبي اين اواني شتوان رينا افعل التفضيل لسر بابي خويني خدا كريم نكبر خدا كريم يعني متفضل كان لشاوانيك في عوات يشتيكيان لدي مثلا بمحدودية سنور داري خوايان شتيك دي بخشن يعني بخشن اوان هيج سخاوتي كياني لبرا بري خواي دولا او حربي بويا افعل التفضيل لك لسر بابي خويني بو اذي الكرمو حقيقة ليس الا له شن كرم لحقته هربو أوى سبحانه يعني أجر خلقي تري ببخشة كرم كاري أوى مثلا إذا قالني أجر كسيك هالشيء كي بخشي بتو هرخوا دانيتي ومثلا خواي جورا رياكي سازلو أو نفري والي كردوا كبير مثلا أو بياوتي أو إنسانية تلقطوا عن جنبه حاربي كوقت كرمي أوى كرمي غير إخوانية باشا دي شون مثلا بريم خوا لو كسا كرم دار ترى يعني أوش أو كرمي أو خواش كرمي لك كرمي خواز واتلا حربي لحالك كرم هر صفتي خواز وصفتي كسي تبني ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية وبا مخفي نميني أويك لدعوة كريمة سمو صنيف كهدود أول دعوة مغفري كردوا دعوة شهدود دعوة ثوابي كردوا شاكا با خفي نمي أويك آلم كريم صنيفة هيا أول لتي لتخلية وتحلية هم تخليت يا هم تحليت يا تخليه يعني خالي كردنوي ناخ ناخي مروه هجتك يا لهرشي صفات اخراوه مثلا دروزنه تركي درو بكا كابله رجد وشروكه تركي رجد وشروكي بكا حسوده حسودي وايري لخويا عندي يا همو صفته كان صفته خرافه كان مثلا لعبه وكنت وقت شيء مثلا خانو يقع ودانا كيتوا تماشاك يا اما بالله خانو بلان ديارة للايك وداو داو لي داو للايك وصقو بشيلي تيايا مثلا بيساي تيايا همو اوشتاني تيايا زور خرابة وزعك ولي اشي باك باكي اكيتوا لدوائية قشكارية كي ريكو بيكي اكي يعني لجي او بيسايانا باكي داني يعني محيطك باكيت أمره كيا حزكات يا دانيشي أوي أولك باك وكرنا وكيا وشيا أو تخليه دوا مك تحليه يعني مثلا تو صدق ديني تجي كذب باشا سخاوات كرم ديني تجي بخل أو حارد ولا أو إيه كيا كواتت مشاكة نية كدواء مغفرتك خوايا مغف جائسة إما وكارب خو ما نكري أجر خوايا مغفرتك ينال صفتك عني ناخي مني بخشي فاستخليه بو من حاصل بوه باشا ايتر امجارة دلوني من باكا دي امر الثوابي خلا كم الدوايا كم هرشي بيه ايتر شو انك باكا بو او ثوابك بيتا جيغا كي او اينا تا مغفرتك نبيه باشا ثوابك كبه دانيشتي باشا خواهي قورا بيابو انسان نين او جيغا هاو فاس هم تخليه كيايا هم تخليه كيايا لدواي تخليه تخليه امراتشيه تجلية خودر خستن حربي ومصلحاتي صوفية كان نوعا ما وفق بني إن شاء الله.